من المدراء العامين وكوادر الوزارة بغرض الاطمئنان على وضع السداد، سداد الحماية، تسليك هذه الموجات السيول إلى مخازنها في هور الشويتشة. وهذا فشي حقيقة نأمل تعاون الجميع ونطمئن الجميع أنه الوزارة حريصة بالتنسيق مع الحكومة المحلية على احتواء كل هذه السيول والموجات الفيضانية. نتوقع بعد يومين أيضا هناك منخفض جوي آخر في نفس المكان، لذلك استعدادات الوزارة استنفارها نقدر نقول أنه درجة جيم من تواجد الجميع، من تواجد الكوادر الآليات مستنفرة بالكامل لغرض تأمين تصريف هذه السيول إلى أماكنها دون حدوث أي أضرار. نطمئن الجميع أنه الوزارة حريصة على تأمين سلامة الجميع والاستفادة من كل قطرة مي. نحتاج إلى آليات تخصصية في محافظة واسط يعني. كلها متوفرة، وقد وجهنا بالتنسيق مع سيد المحافظ لتأمين الدعم إضافي أكثر، ولهذا إحنا سبب جيتنا لهذا اليوم للمحافظة للاطلاع على أي نواقص قد تكون موجودة وإن شاء الله نأمنها بالكامل. ممكن يعني منح طوارئ يعني تخصص للمحافظات المتضررة من السيول؟ هذا ما راح نعرضه في اجتماع مجلس الوزراء إن شاء الله، وما طالب به أيضا السيد المحافظ سابقا وراح نطالب به إحنا أيضا، ولكن خلينا نكون واقعيين، الدولة هناك أزمة مالية، لذلك علينا أن نعتمد على الإمكانيات الموجودة لغرض تحقيق الأمان للمواطن والحفاظ على هذه المياه، هذه النعمة، هذه أمطار الخير إن شاء الله. وبالتأكيد عندما تكون هناك أموال سوف نعمل على تطوير العمل، ولكن في هذه المرحلة يجب أن نعتمد على إمكانياتنا الذاتية لغرض إنقاذ المواطن وإنقاذ المنطقة وتأمين هذه المياه وخزنها في أماكن المخصصة. لديكم تنسيق مع الجانب الإيراني في هذا الجانب يعني؟ يعني بالتأكيد التنسيق يتم عن طريق وزارة الخارجية إذا كان هناك، ولكن إحنا في هذه المرحلة نعتمد على المؤشرات الموجودة والتي هي حقيقة مبنية على الخبرة المتراكمة لخبراء وزارة الموارد المائية. لدينا حقيقة مركز متخصص في الوزارة يتنبأ ويمتلك الخبرة الكافية للتوقع لأي موجة فيضانية تحصل. بس سيادة المحافظ،